نجاح السلطة التشريعية في مهامها، ثقافة المجتمع، تطور البلد على مختلف الأصعدة، المساهمة في وضع التطلعات والأهداف، رصد القصور ومعالجة أمور كثيرة مترابطة. إذا وجد خلل في أحدها تأثرت باقي الأمور. عشان كذي احنا نشدد على أهمية إتمام الدور الشعبي بأكمل وجه. حسن الاختيار اللي عليه تنبني الأمور الثانية وتتعالج لو كان فيها شيء. احرص على المشاركة وإيصال الأنسب واصنع المستقبل. يشاركنا الحوار حول موضوعنا اليوم الدكتور محمد العبد الجادر، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والنائب السابق في مجلس الأمة. مساك الله بالخير وحياك الله معنا دكتور محمد. مساك الله بالخير وحياك الله والأخوة المشاهدين جميعا. يعني دكتور، حق المشاركة والاختيار مسؤولية وأدائها بالشكل الأمثل واجب. كيف نحقق هذه المعادلة بالمشاركة وحسن الاختيار؟ أول شيء يعني الحقيقة أنا عجبني الشعار اللي حاطينه اللي هو مع نصنع المستقبل. نعم. وأعتقد أن هذا يصلح حق أي انتخابية يعني نتوسم فيها أن تكون داخل مجلس الأمة. يتحدث عن المستقبل، الاختيار، حسن الاختيار بالتأكيد هذا هو مطلب خلينا نقول الآباء المؤسسون للدستور. نعم. اللي وضعوا مواد الدستور، وقد تكون أهم مادة في الدستور في هذا الجانب هي المادة 108 اللي تقول فيها عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة. وكذلك المادة 110 اللي تقول عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه. إذن إحنا أمام اختيار وكيل عنا سيصنع مستقبلنا. هذا الاختيار إذا كان اختيار حسن سنجد أنه انعكاس على القوانين وعلى التشريعات وعلى اللجان وعلى الأداء بشكل عام في مجلس الأمة. نعم. وإذا كان الاختيار غير مبني هذا أيضا يعني سيؤثر بشكل سلبي. نعم. طبعا سيؤثر بشكل سلبي. وطبعا الأمانة إحنا في الكويت الآن مؤسسة مجلس الأمة اقتربت من 60 عام، يعني بعد سنتين راح يكون لها 60 عام. المشاركة الشعبية في الكويت اليوم عمرها 100 سنة في كل المجالات، في المجلس البلدي، في الجمعيات التعاونية، في إذن إحنا أمام تراث، يعني تراث كبير جدا. نعم. في اختيارنا الآن المفروض يكون فعلا في الكويت هناك في ثقافة ووعي لإيصال من نتوسم فيه الخير أن يقوم بأداء الواجبات المناطة في عضو مجلس فعلا الأمة. بالتأكيد. طب يعني دكتور، مسألة التصويت وفق المصالح الشخصية، ما الأثر السلبي لهذا الأمر على تنمية البلد باعتقادك؟ طبعا يعني هذه احدى المشاكل التي ممكن ان تواجه يعني الناخب عندما يختار بمصلحه ضيقه جدا، يروح باتجاه يعني معين لمصلحه ضيقه جدا. ولكن مثل ما قلت لك، فلسفه الدستور وفلسفه القوانين ان العضو يمثل الامه باسرها، فهو لا يمثل مصالح ضيقه. ولو حاد في هذا الاتجاه المفروض اكو راي عام، أكو سلطات أخرى توجه هذا العضو، أو أن نأتي بعد 4 سنوات لنحاسب هذا العضو. نعم. الذي ذهب في مصالح الضيقة. طبعا يعني بالتأكيد في مظاهر سلبية وفي مظاهر إيجابية، ولكن لما ترجعين حق تاريخ العمل النيابي في الكويت حقيقة في فترات مشرقة كانت فيها، يعني مثلا في السبعينات لما صار النقاش على موضوع الثروة النفطية ومستقبل الكويت بعد التحرير مباشرة عندما موضوع إعادة الإعمار. إحنا الآن أمام جائحة كورونا، ما قبل الجائحة شيء وما بعد الجائحة شيء، عندنا تحديات فعلا، تحديات العالم كله اليوم بأسره، والكويت جزء من هذا العالم في هذه التحديات فعلاً. في هذا الموضوع فعلا بالتأكيد. دكتور محمد العبد الجادر، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والنائب السابق في مجلس الأمة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا.